طيب عايزين نطمن على البعثة ونشوف آخر الأخبار، خاصة النهاردة بالتأكيد كان في سفر مباشرة إلى قطر. أروح إلى مطار القاهرة الدولي عبر الهاتف مع الزميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي، واللي هيكون معانا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بالكامل مع بعثة الأهلي عشان نطمن منه على الأخبار والكواليس واللقاءات الحصرية اللي هيجريها زميلنا كريم إن شاء الله مع أفراد البعثة. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد، برحب بيك في البدايه وان شاء الله دايما وشك حلو كده. يعني انا اتذكر السوبر الماضي نفس الاجواء وكانت نفس حضورك برضو في الاستوديو، يا رب ان شاء الله يا محمد الله تكون الاجواء كده مماثله ونرجع ان شاء الله بيوم 22 بالسوبر لكون في بطولات النادي الاهلي. خد بالك سوبر ومونديال انديه وكمان دوري ابطال افريقيا، الحمد لله يمكن تجربه مشتركه يعني خلال السنوات الاخيره، فتكون بدايه موفقه ان شاء الله يا كريم باذن الله. ان شاء الله زميلي محمد، والله يمكن كلنا ثقه كبيره جدا في كل لاعبتنا والاداء الحقيقه الفتره اللي فاتت والتركيز الكبير من خلال التدريبات ومن خلال التحضيرات اللي كانت طبعا على المباريات الوديه، خاصه مباراه طلائع الجيش المباراه الاولى ثم مباراه سموحه. يعني نقدر نقول الحقيقه الجهاز الفني في ظل طبعا نقص العدد اللي متواجد وفي ظل عدد كبير من لاعبينا متواجدين في المنتخبات الوطنيه، لكن قدر الحمد لله موسيماني مع الجهاز الفني بالكامل يقف على الحاله البدنيه، الحاله الذهنيه، حاله اللاعبين بشكل عام طبعا على الايام الماضيه وتحديدا في المباريات الوديه بغض النظر عن النتيجه. المباراه الاولى كانت 1-1، المباراه الثانيه كانت 5-1 مباراه سموحه، لكن الحقيقه لعيبه كان واضح تركيزها الكبير جدا جدا لهذه المرحله. وانت عارف زميلي محمد طبعا مباراه الرجاء تختلف اختلاف كبير جدا عن اي مباراه يمكن النادي الاهلي بيلعبها، لان نادي الرجاء نادي مميز جدا عنده عناصر مميزه جدا، نادي جماهيري، وشفنا الحقيقه الاداء الرائع جدا لجمهورنا جمهور مصر في المدرجات. هنشوف الاداء ده وهنشوف الجمهور ده لجمهور النادي الاهلي، وده اللي يمكن بنتمناه محمد يكون جمهور النادي الاهلي سند ودعم حقيقي كعادته زي ما شفنا في كاس العالم وزي ما شفنا الاستقبال واستقبال الكابتن محمود الخطيب. كل الامور دي يعني عندنا معلومات كثيره جدا جدا في حال وصولنا ان شاء الله باذن الله في الثامنه والنصف. عايز ابدا معاك الاول يا محمد، في البدايه احنا متواجدين في مطار القاهره، لعيبه النادي الاهلي بتتوافد لسه في انتظار طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه يكون متواجد ايضا في المطار. طيارتنا طبعا هتكون في الرابعه عصرا، هي 3 ساعات و3 ساعات ونصف على ان نتوجه طبعا او نصل مباشره الى مطار حمد الدولي ومنها الى فندق الاقامه. فندق الاقامه نقدر نقول يبعد عن المطار ب 20 او 25 دقيقه، لكن كل الامور بالنسبه حتى هذه اللحظه محمد الاجواء والحاله اللي احنا شايفينها مع اللاعبين حاله مطمئنه جدا. بنتمنى ان شاء الله تركيزنا يكون اقوى واكثر كمان في خلال التدريبات اللي هتكون ان شاء الله بدايه من الغد. طيب لفت انتباهي وانا بقول اسماء اللاعبين اللي في القائمه اللي اختارها بيتسو موسيماني، وهو خد يعتبر كل اللعيبه مفيش غير صلاح محسن لنتيجه ان اصابته هتاخد مساحه من الوقت، لكن لفت انتباهي واكيد انتباه كل الساده المشاهدين وجود اسم محمود متولي، وانا قلت اسيب لك المساحه في الجزئيه دي تحديدا عشان تشرح لي ليه الجهاز الفني او اداره النادي الاهلي فكرت ان يكون محمود متولي موجود ضمن البعثه، خاصه ان هو بالتاكيد لن يشارك في لقاء السوبر امام الرجاء. الحقيقه محمد هو في البدايه هو قرار اكثر من رائع لمجلس اداره النادي الاهلي وقطاع كره القدم بالكامل طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب. انت عارف طبعا محمود متولي خارج الحسابات الفنيه، لكن يعني النادي الاهلي وراه وهيبقى في ظهره في كل المرحله القادمه. يمكن النادي الاهلي بالفعل قدر ان هو مع الاستشارات الطبيه ومع التنسيق الخاص بطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي يمكن كان ليه طبعا وجهه نظر، ويمكن النادي الاهلي كان ليه وجهه نظر ان احنا وجودنا في قطر يكون متولي معانا ويمكن يروح لاكبر المراكز الطبيه في قطر للوقوف على حالته. يمكن هو طبعا عنده عضله اماميه، الناس يمكن اتكلمت على حاجه في العضله الاماميه، الناس اتكلمت قالت لا دي اثرت على الركبه، هل الركبه فيها حاجه؟ لان انت عارف الاصابات المتكرره محمد لما بتكون مع لاعب بتاثر عليه نفسيا بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي احنا لمسناه الحقيقه في مباراه طلائع الجيش. يعني انا كنت متواجد في مباراه طلائع الجيش ويمكن كان طالع بياكل الحقيقه محمود متولي في المباراه، لان عنده باد لك كبير جدا وعنده يمكن سوء توفيق كبير جدا. لكن الحقيقه النادي الاهلي في هذه الخطوه الرائعه والممتازه اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون مردودها كبير جدا على متولي، نقدر هناك ان شاء الله في قطر في المركز الطبي الكبير جدا طبعا اللي بيروح فيه كل نجوم العالم نقف على حالته ونشوف حالته عباره عن ايه. طبعا كمان البرنامج اللي هيتم وضعه بالتنسيق مع الجهاز الطبي احمد ابو عبله وكل الحقيقه الاطباء المتواجدين يكون ليه فايده كبيره جدا فيه. يعني متولي اقدر اقول لك ان شاء الله باذن الله ان وجوده في قطر ووجوده مع بعثه النادي الاهلي نفسيا هيساعده بشكل كبير جدا، وايضا كمان هنطمن عليه طبيا بشكل كبير جدا. ويا رب يا متولي ان شاء الله هو وكل اللعيبه طبعا اللي بتعاني من اصابات الفتره الماضيه تكون متواجده معانا في اقرب وقت ويشاركوا النادي الاهلي في انتصاراته وافراحه في البطولات القادمه. طيب هل الفريق كان في تدريب صباحي في التيتش قبل ما يسافروا ويروحوا لمطار القاهره، ولا البرنامج النهارده للفريق حتى عقب الوصول ممكن يكون في تمرين النهارده في الدوحه؟ لا يعني اقدر اقول لك محمد كان القرار الخاص بيتسو موسيماني طبعا بعد عقب مباراه الامس، يمكن هو اول امس ادى راحه طبعا 24 ساعه وممكن ادى خلاص للعيبه تتوجه مباشره الى مطار القاهره على ان تتجه الى الدوحه. ما كانش في تدريب النهارده الصباح لكل اللاعبين،
لكن من الواضح كمان ان التدريب هيكون غدا يا محمد، لان انت عارف طبعا في فرق ساعه بين مصر وبين الدوحه، احنا وصلنا ان شاء الله يكون على 8:30 او 9 مساء بتوقيت الدوحه، فما اعتقدش ان يكون في اي مجال للتدريب في حال الوصول، لان كمان احنا لسه سامعين اخبار ان جمهورنا متواجد وجمهور النادي الاهلي متواجد وعايز يشوف فرقته، فكل الاجواء دي يعني ان شاء الله يكون ليها مردود كبير جدا، لقيت النادي الاهلي عندها الرغبه وعندها الحماس وعندها الاصرار، كل ده طبعا لا جدال عليه، لكن الجمهور وهتافه وحماسه ما بيكون متواجد فيس فيس مع اللعيبه، الامر يا محمد بيكون مختلف جدا جدا. انت حضرت الامور دي بشكل كبير جدا سواء في بطوله افريقيا او في اي طبعا بطولات، لكن الامر المره دي مختلف بشكل كبير، لان كاس العالم كانت فقاعه، المره دي طبعا ما فيش فقاعه، فالحضور الجماهيري هيكون كبير، التحرك هيكون كبير، فان شاء الله باذن الله بنعمل يكون جمهور النادي الاهلي كعادته هو الداعم الاول والاخير لفريق النادي الاهلي، مع التحضيرات الفنيه طبعا المميزه جدا من فيتسو موسيماني وقراءاته اللي بنعمل ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيها جدا جدا في مباراه الرجاء، سواء التشكيل الخطط طبعا الهايلايت اللي بيتابع اللعيبه بشكل كبير جدا، ويمكن كمان اللعيبه احنا عارف يا محمد اما بيكون متواجد على الطياره كل لعيب بيكون مخصص ليه ان هو يتابع بعض الفقرات اللي يمكن موسي طبعا وكايل سولمون محللي الاداء بيدوها لبيتسو موسيماني وبيحاول ان هو يفرجوهم عليهم، لان طبعا مباراه مهمه جدا ومباراه البطوله مختلفه بشكل كبير جدا عن مباراه الذهاب والعوده، ده وصل للعيبه بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله يا محمد باذن الله صفقاتنا تكون كبيره جدا، وزي ما رفعنا الكاس في البطوله الماضيه ان شاء الله باذن الله يوم 22 نرفع كاس البطوله في الدوحه ان شاء الله. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي هيكون موجود مع البعثه خلال الفتره القادمه لرصد الكواليس والاخبار واللقاءات الحصريه مع بعثه النادي الاهلي، كل التوفيق ليك يا رب وكل الشكر ليك وبالتوفيق يا رب لبعثه النادي الاهلي.